طيب في رسائل كان الجماهير، جماهير النادي الاهلي يعني بعد طبعا المباراة الجميلة بين الاتحاد المنستيري والاهلي وجهوها للعيبة وجهوها للاهلي، خلينا نروح نتابع قالوا ايه ونرجع نكمل. رجل المباراة أحمد عبد القادر، وقفشة برضه كويس جدا يعني. طبعا عبد القادر بدون يعني حاطط جون عالمي، الجون الأول جون عالمي. هي طبعا النهارده النجم حمدي فتحي لأنه جاب جونين، بس الفريق كله كويس. رجل المباراة محمد الشناوي. عبد القادر والشناوي. حمدي فتحي الحقيقة النهارده كان ممتاز جدا لأني ما شفناش قبل كده وهو بيسجل من مدة يعني. كان محمد عبد المنعم صراحة والشناوي. هو طبعا المؤثر في الماتش حمدي فتحي. نجم المباراه في رايي كان احمد عبد القادر. ربنا يوفقه كده ان شاء الله، وبفات مجهود شويه كده وربنا هيكرمه ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمكم انتوا رجاله واحنا في ظهركم كاعضاء جمعيه عموميه، جمهور الاهلي بره كله في ظهركم، وتعوضونا بقى ان شاء الله عن الموسم اللي فات. شدوا حيلكم طبعا، احنا عايزين ان السنه دي نبقى احسن من السنين اللي فات بكتير، واحنا طول عمرنا ابطال وان شاء الله هنفضل ابطال. وطبعا نشاطكم وقوتكم في الملعب كل ما هيزيد كل ما تزيد البطولات، وعايزينكم تحققوا بطولات اكتر واكتر واكتر. والله احنا عايزين منهم يعني الكتير، احنا عايزين منهم يعني البطولات اللي ضاعت مننا في العام الماضي. لا لازم يعرفوا زي ما بقول لحضرتك بيلعبوا الفريق كبير، فريق النادي الاهلي فريق بطل افريقيا. والله نفسي يرجعوا زي مش الموسم اللي فات، الموسم اللي قبل اللي فات لما كانوا فعلا بيعملوا نتائج هايله وبيشجع الجمهور بينبسط ويتمتع بكوره فيها فن بالاضافه للاجوان.